أنا أدعو فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لإلقاء كلمته، فليتفضل. Thank you. At first, I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, to the entire people of Saudi Arabia and the city of Jeddah, which is hosting this meeting. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Dear participants of the summit, today is the 450th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders. We do not have missiles as our enemy has. We have less air power. We do not possess numerous killer drones that Iran supplies to Russia. We do not have that much artillery, but we do stay strong because we do have truth on our side. Moreover, we are pushing the occupiers out of our land. Anyone who defends his native land from invaders and anyone who defends children of his nation from enslavement. Every such warrior is on the path of justice. And I'm proud to represent such warriors and the entire Ukrainian people. Ukrainians has never chosen the war. Our troops didn't go to other lands. We do not engage in annexations and plunder of other nations' resources, but we will never submit to any foreigners or colonizers. That's why we fight, and I'm sure all your nations will understand this, our main emotion, and I'm also sure all your nations will understand the main call I want to leave here in Jeddah, a noble call to all of you to help protect our people, including Ukrainian Muslim community. With me here is the Honorable Mustafa Jemilev, the leader of the Crimean Tatar people, one of the indigenous peoples of Ukraine, whose home is Crimea, the center of Muslim culture in Ukraine. المسلمة في أوكرانيا. الكريمية يجب أن تظل وسوف تظل دائما جزءا مكملا وجزءا قويا من المجتمع الإسلامي في العالم، وهي كانت أول من عانت من الاحتلال الروسي، وحتى الآن معظم هؤلاء الذين يخضعون للقمع في كريمية المحتلة من المسلمين. ونحن لدينا تجربة إيجابية في التعاون مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء لدى روسيا، ونستطيع التوسع في هذه التجربة. وحتى إذا كان هناك أشخاص هنا في القمة لديهم وجهة نظر مختلفة بشأن هذه الحرب ويطلقون عليها صراعا، أنا واثق من أننا كلنا يمكن أن نتحد لإنقاذ الناس من السجون الروسية. للأسف هناك البعض في العالم وهنا من بينكم من يغضون الطرف عما يحدث، وأنا هنا كي أتأكد من أن الجميع يستطيع أن ينظر نظرة صادقة إلى ما يحدث بغض النظر عن محاولة التأثير الروسية. يجب أن يكون هناك استقلال، وأود أن أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية وأشكر كذلك معظمكم على دعمنا ودعم الموقف الدولي الخاص بنا وميثاق الأمم المتحدة. السادة المشاركون، شعوبكم قد أوضحت ورأت أن الشعب الأوكراني شعب يحب السلام، في عام 2021 وضعنا أولوية. كل الأوكرانيين قد انفتحوا للتعاون مع شعوبكم، والشعوب من عمان، البحرين، المملكة العربية السعودية والإمارات تمكنوا من القدوم إلى أوكرانيا والتعرف عليها، وأنا سعيد للغاية من أن السياح من تلك الدول تمكنوا من أن يعرفوا الكثير من الأماكن في العاصمة كييف وكذلك جبال كارباثيا، وأنا واثق من أن يوما ما السياح من دولكم سوف يعودون مرة أخرى لكي يشاهدوا كرايميا خالية من الاحتلال الروسي والذل. علاقاتنا كذلك تربطها التعليم، حيث أن هناك عشرات الآلاف من الطلبة العرب الذين يتلقون التعليم في جامعتنا كل عام، وكذلك يشرفني أن هناك من المغرب، الجزائر، الأردن، العراق، لبنان، الجزائر، ليبيا وتونس يتوجهون إلى أوكرانيا من أجل التعليم. معكم نحن سوف نتمكن من تحقيق كل ما نريد تحقيقه، ونحن حققنا بالفعل إنجاز من خلال تحقيق الأمن الغذائي، فأوكرانيا تقدم القمح لدولكم بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية الأخرى، ونحن نرحب بالاستثمارات من الدول العربية في أوكرانيا، وكذلك استثمار قطر في البنية التحتية للمطار قبل جائحة كوفيد-19 وقبل ما حدث من هجوم، ونتمنى أن نستعيد العلاقات الطبيعية مرة أخرى، وأنا واثق من أن أي منكم لن يختلف في دعم دولكم لنا والتغلب على الغزاة، وأنا واثق من أن أي منكم لن يشاهد دون حرب إذا كان الأجانب يريدون أن يسرقوا أراضيكم وأطفالكم. مئات الآلاف من الأطفال لدينا تم ترحيلهم إلى روسيا بعيدا عن أهاليهم، وهم يحاولون أن يعلموا هؤلاء الأطفال أن يكرهوا دولتهم الأم، وأنا واثق من أن أي منكم لن يوافق على الاحتلال العسكري وتهديد العالم بكارثة نووية جديدة. انظروا إلى آثار الحروب طويلة المدى في سوريا واليمن وأعداد كبيرة من الأرواح التي فقدت، وما يحدث كذلك في السودان والصومال والعراق وأفغانستان. كل من يضيف إلى المعاناة من خلال هجمات جديدة، كل من ينشر العداء ويريد أن يعود مرة أخرى الأيام القادمة وما كان يحدث في الماضي من احتلال الإمبراطوريات لأراضي الدول الأخرى لن يقبل هذا بالطبع، ولذلك نحن نواجه هذا الأمر، وأنا أشكر كل من يريدون الانضمام إلينا على مسار الحق والعدالة. نحن نريد صيغة آمنة وسلمية لإنهاء الحرب، يمكن أن نرى كيف يؤثر ذلك على الأمن الغذائي، فهذا أحد الجزء في المعادلة الموجودة لدينا. نحن على الرغم من كل ما نعاني منه فإننا نتأكد من أن الشعوب الأخرى تستطيع أن تحيا من خلال تحقيق الأمن الغذائي، ونحن لدينا مبادرة قمح وحبوب البحر الأسود لكي نساعد الدول الأخرى على الرغم من إغلاق روسيا لموانئنا، لكي نحقق الاستقرار في أسواق الغذاء ونساعد الكثير بما في ذلك الدول في جامعة الدول العربية، وكذلك نحن لدينا معادلة السلام التي سوف تساعد الكثيرين في العودة مرة أخرى إلى منازلهم وعودة كل المرحلين وكذلك كل السجناء. هذا الوفد قدم وثيقة بلغتكم اللغة العربية تتضمن 10 نقاط في هذه المعادلة، يمكنكم اختيار النقاط التي تعتبرون أنها ملائمة بالنسبة لكم، وأنا سوف أكون ممتنا لكم لأن تختاروا الطريق والمسار لإنقاذ الناس، خاصة السجناء في روسيا. وأنا أشكر كذلك الجميع على احترام السلام والمشاركة في تنفيذ صيغة السلام ومعادلة السلام هذه وإنهاء الحروب والعداء والمعاناة. روسيا ضعيفة ونحن تغلبنا عليها على الرغم من أنها لديها كثير من الأسلحة.